او العربيه اغلبها هنلاقي ان انت محتاج تجمع لو باور 1 مسافات اقل. لو باور 1 ممكن يوصل اب تو 16 كيلومتر في المدن المزدحمه، ممكن يوصل ل 50 كيلومتر في الطرق الصحراويه والزراعيه والاماكن المفتوحه، او باختصار يكون في لاين اوف سايت. انا اكبر تجربه جربتها كانت 6 كيلومتر، كانت في قلب منطقه الجامعه هنا المركز القومي للطقوس، وفي مكان شركه الكهرباء في الملك فيصل. بين الثلاث اماكن دول اكبر مسافه كانت 6 كيلو، قدرت انقل الكلام ده 6 كيلو بدون ريبيتس. حطوا تحت الكلمه دي خلاص. انت ممكن توصل لاي نقطه بوجود ريبيتس. اكيد سمعت كلمه ريبيتر دي قبل كده. الريبيتر هو ان انت تاخد الداتا تكبرها. يا تكبرها بانك تستقبلها وتبعتها تاني، وده اغلب الطرق، يا اما تفتح لها سكه. ف انا كنت بجرب ساعتها في جامعه القاهره ومركز القومي للطقوس ونقطه شركه الكهرباء العظيمه. ما كانش في عندي نقط اقدر اجرب فيها النتوي، ما كانش في مجال للريبيترز. الريبيترز عشان تقدر تحطها لازم يكون في نقط تقدر تركب فيها في حوزتك، يعني تقدر تركب فيها. ما جاتش فرصه ان اجرب اكتر من كده عشان اقول 16 كيلو تيجي ولا ما تجيش. يعني جربت تجربه ثانيه في الاذان الموحد، كانت 7 كيلو اكبر مسافه. لكن اللاين اوف سايت طبعا تقدر تجرب في اي حته مفتوحه ما فيش مشكله. طيب فالرسمه دي مهمه، الرسمه دي جامعه للكلام ده في حاجات كتير. يعني مثلا كنت بتكلم مع ناس بيتكلموا عن محطه كهرباء او محطه تحليه. محطات تحليه كتير جدا دلوقتي على البحر الاحمر بالذات، يعني كل المدن السياحيه اللي على البحر الاحمر كلها دلوقتي ممنوع توصل لها ميه، مفيش عربيات ميه بتوصل زي زمان. اللي بتجيب ميه من هي الجوفيه وتبعتها الساحل. تم انتهى دلوقتي، اصبح كل حاجه في محطه التحليه. محطه التحليه او محطه الكهرباء انت عايز تقرا نقط كتير فيها، فكل نقطه فيها سنسور، مش شرط يكون عداد طبعا. ممكن سنسورز تكون عدادات، ممكن سنسورز تكون حاجه بتقيس الحراره او بتقيس الرطوبه موجوده في نقط مختلفه في الموقع. فعشان حاجه زي كده تحلها انسب حاجه ولا انا موجوده انك تجمع بلو باور من منزل المحطه لحد ما توصل لنقطه مركزيه فيها، تجمع فيها الداتا دي وتحط ما يسمى بار تي اللي هو ريموت ترمينال يونت، اللي هي يونت فيها بروسيسور وفيها انبوت اوت انبوت اوت بورس. فبتجمع الحاجات دي كلها في ار تي يو على البروسيسور ده وتاخدها وتبعتها بجي اس ام. فانسب طريقه لاي حاجه بتتجمع في موقع ما ان انت تجمع نقط مختلفه، انت عايز تقيس حاجات كتير في الموقع. لما بتتكلم مع الناس اللي في الموقع ده بيقول لك الطريقه اللي كانت معروفه ليهم كانت ان انت تركب عند كل نقطه سنسور ومعاها المودم بتاعها. فتضطر تحط سيم كارد عند كل نقطه. بحيث انها تبعت بره مسافات بعيده على طول. فكل نقطه فيها سنسور بيقيس ارتفاع ميه، بيقيس رطوبة، بيقيس حرارة، بيقيس أي حاجة. فتحط السنسور ده وتحوله لإلكترونيك سيجنال ومنه تروح بقى بجي اس ام مودم على طول. طبعا كانت التكلفة ماكسيم. أهم حاجة في المشاريع دي التكلفة. أكيد كل واحد يفرق معاه إنه يعمل مشروع بمليون جنيه ولا يعمله بمية ألف جنيه ولا يعمله بكام. فبالتالي الطريقة دي إنك تجمع النقط كلها في نقطة وتبعتها بطريقة كوميونيكيشن. نفس الكلام يتقال على اي كومباوند. اي كومباوند عايز تقرا فيه العدادات بانواعها الثلاثه. فعايز تقرا في الكومباوند ده يبقى انسب حاجه ان انت تجمع العدادات في كل عماره بلو باور 1 وتجمع الداتا على سطح العماره دي ومنه تبعت وايرلس للعماره الثانيه الثالثه لحتى ما تجمع العمارات اللي جوه الكومباوند وتاخدها في الاخر تبعتها بجي اس ام من النقطه.
الطريقة دي أكتر طريقة efficient في الكوست، لأنه المشروع التجريبي الوحيد اللي تم على سمارت ميترز على مستوى وزارات التلتز كان مشروع سمارت ميتر في الكهرباء، وكان من سنة 2020. المشروع ده كان فيه 250,000 عداد، وكانوا في 6 محافظات، وكان بلاند ان هو يستخدم باور لاين كوميونيكيشن بشكل كبير، ان 85% من المودمز تكون باور لاين كوميونيكيشن، و10% تكون ار اف ريديو فريكونسي بانواع، و5% تكون دي جي اس ال. الار اف الناس ما عرفتش تدخل كروت مصر، كروت اللي هو باور وان او غيرها، محدش عارف يدخلها الا شركه عقده قربتها من المطار، هما بيعترفوا كده صراحه، بقيت الشركات ما عرفتش. فالار اف كانت تجربه عقده، وكانت انجح تجربه فيها لانها كانت في مدينه في طنطا، وطنطا والمدن الريفيه كلها معموله اوفر هيد لاينز زي ما اتكلمنا الحصه اللي فاتت على الباور لاين كوميونيكيشن، بيبقى ضعيف جدا في الاوفر هيد لاينز بالذات مع ضعف الكونكتيفيتي وضعف السياره. فما كانش في حل ان استخدم باور لاين كوميونيكيشن، فاستخدمت اللو باور لاين. من ضمن مشاكل المشروع ده انه كان حاطين الكونسنتريتور ويجمع الداتا وبعدين تبعتها في جي اس ام، كان حاطينه جوه غرفه المحاور. جوه غرفة المحاور مناسب لو تستخدم باور لاين كوميونيكيشن. الباور لاين كوميونيكيشن بتنتهي غرفة المحاور زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. لكن لو تستخدم ار اف او لو باور لاين هتجمعها ازاي جوه غرفة المحاور؟ فطلبوا اعفاء من شركة الكهرباء من الشرط ده، انهم يحطوها على مود نور جنب المحاور. طبعا الكونسنتريتور غرفة المحاور هي أكثر مكان نويزي في السيستم، لأن في ماجنتيك فيلد عالي جدا، فالماجنتيك فيلد العالي جدا مش هيسمع بإنك تجمع فيه داتا، فعلا الكونسنتريتور اللي اتحط جواه اتمسح فيه داتا كتير بسبب الكلام اللي قلناه عن الداتا كوربشن مع وجود النويز أو مع وجود الماجنتيك فيلد. ف بقية الناس، في ناس اشتغلت في القاهره واسكندريه، دول الى حد كبير باور لاين كوميونيكيشن اشتغل معاهم معقول، ما عدا مدينه نصر. مدينه نصر كانت الشبكه فيها قديمه شويه، كانت كلها اندر جراوند كيبل، والاندر جراوند كيبل زي ما قلنا اضمن وامن، لكن كانت الصيانه بتاعتها ضعيفه، فبرضه حصل مشاكل كتير في الباور لاين كوميونيكيشن. فقلبوها جي اس ام، كل العداد اللي ما اشتغلش باور لاين قلبوه جي اس ام. واصبحت النتورك بدل ما كانت 5% جي اس ام بقت مثلا 50% ولا حاجه. تكلفه الجي اس ام في سنه 2020 السيم كارد كانت فاتورته بتضيف على فاتوره الكهرباء 30 جنيه. والناس ساعتها كان استهلاك الكهرباء في اعدادات السنجل فيز في حدود 100 جنيه. اللي هو الناس البسطاء يعني. ف 30% على الفاتورة تضاف عشان سيم كارد، الناس طبعا كانت منزعجة جدا واعترضت بشدة على المشروع. لما بنتكلم في الفكرة اللي بنقول عليها، انت عندك عمارة او مجموعة عمارات فيه 100 عداد، يبقى 30 جنيه دي هتبقى 30 قرش. وبالتالي تبقى معقولة جدا كتكلفة تضاف على الفاتورة. ونفس الكلام يتقال طبعا في سيستم زي بتاعت المخططات اللي انا حكيتها. مستوعبين الكلام ده؟ يعني الكلام ده مهم جدا، ان انت لما تروح في اي موقع كمهندس امبيدد سيستم او مهندس كوميونيكيشن تقرر ايه الشبكه اللي هتستعملها، لازم تكون في بالك الكلام ده، تختار انهي ميديا بانهي طريقه وانهي تكلفه، وتعرف تقنع الناس بسلايد زي كده ان الكلام ممكن يكون سيف. طيب نروح على فايل تاني. ده الفايل اللي فتحناه المرة اللي فاتت.
كنا اتكلمنا ان هو قسم الطرق عموما من طريق وايرد لطريق وايرلس، والوايرد اتكلمنا عنه، كان اتكلمنا عن باور لاين كوميونيكيشن، ما اتكلمناش على الاوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبر طبعا لما يكون ممتد في المنطقه كلها فبيبقى ممتد في سوق الكباين، الكباين دي بتجمع اسلاك التليفونات واسلاك الكونكشن المطلوبه، بتجمعها في كابينه، والكابينه دي بتبعت على لينك فايبر اوبتكس لينك. احنا جربنا تجربه هنا في جامعه القاهره، جمعنا شويه قرايات من جامعه القاهره وبعتناها على غرفه فايبر اوبتكس كانت موجوده، وبعتنا الداتا من خلالها وصلت لاي مكان بقى انت عايزه يكون في كابينه ثانيه. فالطريقه دي طبعا افكتيف وكويسه ورخيصه نسبيا. الطرق الوايرلس اللي هي اتكلمنا عنها دلوقتي، هو هيتكلم في الثيسيس دي، هيتكلم عن اجزاء ويتكلم عن كل نوع. احنا اتكلمنا عن باور لاين شويه. هنا بنشرح الزجبي. الزجبي والبلوتوث بيستخدموا 2.4 جيجا هرتز، ودي ميزتها ان الانتنه بتاعتها صغيره وبتبقى موجوده في دايره صغيره زي ما بتتباع في السوق، حته تسجيل واي فاي والبلوتوث في دايره صغيره قد كده. تختلف بتتفاوت في المسافه طبعا. الزجبي بتعتمد على نودز، وان كل نود تتصل بالتاني، يعني لازم النود اللي في الدور الاول تتصل بالنود اللي في الدور الثاني ثم الدور الثالث وهكذا، يعني لازم يمشي بشكل شبكه، وكل شبكه تجمع الداتا من الاقل عشان يغطي العيب بتاع المسافات الصغيره. اللو باور العكس، انت ممكن توصل الدور الاول الاخير على طول مره واحده، والثاني الاخير، يعني تجمع كله في الدور الاخير زي ما قلنا. وليه الاخير؟ عشان يبقى في لاين اوف سايت فوق تقدر تبعت مسافات بعيده. ده المشروع اللي تم فعلا في الشيخ زايد، كان 100 عداد وتم بالطريقه. فالزيك دي سيستم ستراكشر بيبني على انه هيقعد يوصل كل مجموعه ببعضها وفي الاخر يطلع على جي اس ام زي ما هو. زي ما واضح من شكل رسومات النتورك، النتورك شكلها بيبقى عامل ازاي، انها مبنيه على ان كل النقط شايفه بعض. الزجبي يعني تكنولوجي ظهرت واختفت بسرعه، هي ما عادتش موجوده دلوقتي، والموجود في السوق دلوقتي بلوتوث والواي فاي عشان استخدامهم في البيوت في الموبايلز وفي النت، طبعا موجودين بكثره. الكلام ده برضه عمره سنتين، فهو هنا كاتب المقارنه بين انواع الزجبي كل طريقة فيها الأرقام بتاعتها قد إيه من ناحية الكرنت ومن ناحية الفولتج من ناحية البانز. الواي فاي من الحاجات اللي ظهرت لها ستاندردز كتير، كلها ابتدت بالرقم المكتوب الأحمر ده اللي هو بروتوكول 100.0.11، وظهر له سافكسز كتير بعد كده بأنواع ستاندردز. لو قررنا من ضمن الطريقه دي اظن السافكس بتاعها 15، بحيث انها تعتمد برضه على لوبا وان، بس تعتمد على حاجه مهمه قوي قوي دلوقتي. دي برضه الواي فاي نتوركس زي ما انتم شايفين البروتوكول بتاعها اللي هي 802.11، ومعاها بقى حروف مختلفه سافكس مختلفه حسب الباند وحسب النود حسب طريقه الموتيفيشن. هو هنا الراجل ده كان بيشتغل في مصنع بتاع الميه، كان عايز يجمع عدادات الميه بلو باور وان منها يطلع جي اس ام زي ما قلنا في الرسمه اللي فاتت. اللو باور وان في ميزه مهمه ان هو ممكن يخترق ثلاث خوارط
كان الاتنويشن بتاعت الكروت، احنا كنا مصممين الكروت بتاعتنا وخدنا بيها براءات اختراع. اللوبا 1 صمم في شركات امريكيه كتير، حوالي 6 شركات امريكيه. متهيألي مفيش شركه خارج امريكا غير هنا في جامعه القاهره. خدنا بيها براءات اختراع يعني سنه 19. فكان الاتنويشن مسموح بيها انها توصل لحد 110 دي بي وتتقري كويس، تتسمع كويس. فكانت الاتنويشن من هنا لهنا حوالي 107 108 قبل الثريشولد ده ما بين المكانين. طب المكانين ما فيش لاين اوف سايت، المعمل بيكون الناحيه الثانيه وده بيكون لهنا. ف لكن الموانع الموجوده ممكن تعدها تلاقي ثلاث مواقع. كل مانع بيخسرك 20 ديسك. والمسافه نفسها مهما زادت مش هتزيد عن 50 ديسك. يعني المسافه المفتوحه مش هتزيد الاكتيفيشن بتاعتها عن 50 ديسك. ممكن طبعا تكون اقل. والموانع كل مانع 20. فانت من هنا ممكن تحسب انت تقدر تنقل داتا ولا لا من انهي نقطتين. طبعا لو ما عرفتش تعدي يعني عايز اروح القسم المدني مثلا يبقى لازم احط ريبيتر في قسم عمارة. احط ريبيتر في قسم عمارة يعني الداتا والوقت. طبعا المودمز دي ممكن تحط معاها سوفت وير تشتغل ميتر وريبيتر في نفس الوقت. يعني في عدد موجود في قسم عمارة حطيت فيه الكوليكشن بتاع الميتر بتاعه يعني يحسب الداتا بتاع العدد الموجود هنا في نفس الوقت ياخد العدادات اللي قبليه في سكته ويبعثها. بيبقى فيه فانكشن بتاعت الميتر. فلسفه السوفت وير تغييره في المودم فلسفه مهمه قوي. يعني انت ممكن تعمل ديزاين ذكي جدا بتولز بسيطه بس تعمل بيها ستراكشر قوي. وبالتالي ممكن تغطي الكليه دي كلها بنتورك لو باور. شفناها كده. اغلب الكلام اللي بقوله موجود طبعا. الفايلز دي انا بديها لكم كلها، اللي بيطلب مني اي فايلز بديها لكم. الرسمه دي فيها دايرتين، دايره للاماكن اللي جوه المودم، دايره داخليه دي حوالي 16 كيلو، والدايره الخارجيه حوالي 50 كيلو زي ما هو. يعني هم يقدروا يجيبوا هنا في المسافه دايره نص مربع عند الجهاز ده عند الكنترول ده، حتى 16 كيلو جوه الكنترول، حتى 50 كيلو في التوبس حواليه. هو نفس المودم، يعني هي الموديول اللي احنا عملناه ده واللي هو معمول من شركات اشهرها لورا، اشهر شركه عالميه بتعمل المنتج ده لورا. واحنا اول ما ابتدينا نجرب جربنا على لورا. فلورا انت هتحط الموديول ده عند الترانسميتر وعند الريسيفر، وهو ترانسيفر يعني بيبعت ويستقبل. لا طبعا الاف ام حاجه ثانيه، انما هنا انت لازم تحط الموديول ده في كل نقطه هتبعت وتستقبل منها. ما هو مبني على الكوست بسيط. انا يعني انا بحاول اقول امثله لشغل انا عملته، لا لشيء الا البيان ان المنافسه ممكنه. كروت اللو باور وان بتاعت اللورا بتعوز انتنه خارجيه. اللو باور وان
بالأنتنة الخارجية توصل تكلفتها من الصين لما تصنع في الصين، دي أرخص بلد في العالم طبعا بسبب الماس برودكشن رهيب، عندها مليار بيبول يعني.